مساء الخير على كل متابعي تلفزيون اليوم السابع. احنا معاكم الان من امام المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه في مدينه بنها، واللي شهد وقعه بانه تم ضبط طالبه بتقضي الامتحان مكان طالبه اخرى في هنا الامتحانات اللي بتسير الان داخل المعهد منذ يعني بدايه الشهر او منذ منتصف الشهر الجاري ومنتصف الشهر المقبل ان شاء الله. طبعا الواقعه يعني زي ما وصلتنا ان شهد المعهد هنا في الخميس الماضي حضور طالبه وكشف طالبه بانها كانت بتؤدي الامتحان مكان طالبه صديقتها هنا داخل المعهد. تم اتخاذ الاجراءات اللازمه وتحرر محضر بالواقعه، والنيابه العامه الان بتحقق في الواقعه بتفاصيلها الكامله. تفاصيل الواقعه نحكيها مع حضراتكم بتمكن المراقبين والملاحظين هنا في معهد المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بمدينه بنها من ضبط طالبه تم كشف فيما بعد انها طالبه بالثانوي التجاري بتؤدي الامتحان مكان طالبه بالفرقه الرابعه هنا في المعهد. يعني تم على الفور ضبطها وتحرر محضر بالواقعه وبدا اجراء تحقيق داخلي في المعهد وكشف تفاصيلها. طبعا التفاصيل او الضبط ده كشف تفاصيل اخرى جديده بحضور رجال الامن هنا في المعهد هنا في مدينه بنها. بدا رجال الامن في اجراء التحريات وكشف التحريات ان الواقعه دي لم تكن الواقعه الاولى، وان هناك طالبه اخرى ادت امتحان مادتين اخريتين بدلا من نفس الطالبه في الفرقه الرابعه هنا في المعهد. طبعا تفاصيل الواقع كانت الخميس الماضي بان احد الملاحظين باحد اللجان شك في الطالبه وبدا في يعني طلب منها استخراج التحقيق الشخصيه الخاص بها، وبالفعل تبين انها لم تكن هي الطالبه يعني المقيده بالمعهد بالفرقه الرابعه هنا بالمعهد. بدا بعد ذلك في ابلاغ الشؤون القانونيه في المعهد اللي على الفور بدا في اجراء تحقيق داخل المعهد. كانت ماده البيئه بيؤديها طلاب الفرقه الرابعه في مدينه بنها. بعد التحقيق في الواقعه يعني كشفت او بالضغط على الفتاه تبين ان كان هناك فتاه اخرى ايضا بتؤدي او ادت امتحاني او مادتين سابقتين للماده اللي يعني امتحانتها الطالبه كانوا بتاريخ 22 و 24 مايو الجاري. بدا على الفور في استدعاء الطالبه اللي ادت الامتحانين، وبالفعل اكدت انها ادت الامتحانين مكان الطالبه اللي مقيده هنا في المعهد. بدا يعني عميد معهد خدمة اجتماعية والإدارة معهد خدمة اجتماعية في يعني التحقيق في تفاصيل الواقعة بالكامل، وتم تحرير مذكرة بالشؤون القانونية وإحالة الواقعة برمتها للنيابة العامة للتحقيق فيها. ويعني الموضوع الآن قيد التحقيقات في النيابة العامة. طبعا تبين ان الطالبة المقيدة في المعهد والمفروض ان هي اللي تأدي الامتحانات بنفسها متواجدة خارج البلاد في احد الدول العربية منذ أكثر من شهرين، متواجدة مع أسرتها خارج البلاد. طبعا النيابة العامة دلوقتي أمرت بالتحفظ على الهواتف المحمولة الخاصة بالطالبتين اللي أدوا الامتحان مكان الطالبة، و يعني لمعاينة ما إذا كان هناك مراسلات ما بينهم والاتفاق على أداء الامتحانات الخاصة بها. وأيضا برضو يعني تم يعني طلب شهادة تحركات خاصة بالطالبة اللي مقيدة في المعهد هنا في مدينة بنها. طبعا الإجراء الداخلي هنا في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية طبعا تم تحرير مذكرة بالشؤون القانونية. أيضا صدر قرار بإحالة الملاحظين الثلاثة للثلاث مواد اللي تم امتحانهم في الفرقة الرابعة في القسم أو التخصص اللي الطالبة مقيدة فيه. تم إحالتهم التحقيق ووقفهم على العمل لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة اللي تقول كلمتها، و يعني اكدت الاداره هنا في المعهد انه سيتم اتخاذ اجراء رادع تجاه هذا او هؤلاء الملاحظين اللي اثروا بدورهم او المنوطين به اللي هو التاكد من البيانات الشخصيه الخاصه بكل طالب داخل يؤدي الامتحان.
طبعا دي تفاصيل الواقعة بالكامل، واللي تم والاجراءات اللي تم اتخاذها في الواقعة هنا من قبل إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في مدينة دمنهور. الواقعة يعني أنها لحضراتكم بأن تم ضبط طالبة بالثانوي التجاري الدبلومات التجارية بتؤدي الامتحان مكان طالبة بالفرقة الرابعة هنا في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة دمنهور التابع لوزارة التعليم العالي، بعد أن تم ضبطها تبين أنها غير مقيدة هنا بالمعهد وانها بتؤدي الامتحان مكان احد الطالبات اللي موجوده بالفعل خارج البلاد في احد الدول العربيه مع اسرتها منذ ما يزيد عن شهرين. تبين ايضا بالفحص ان كان هناك طالبه ادت الامتحان مكان او امتحان مادتين اخريتين مكان الطالبه المقيده في المعهد، وبالفعل تم استدعائها واكدت انها هي اللي ادت الماده مكان الطالبه اللي مقيده هنا في المعهد، وبدأ في اتخاذ او تم الشروع في اتخاذ الاجراءات القانونيه وتحرير مذكره واحاله الموضوع برمته للنيابه العامه، وايضا احاله الملاحظين الثلاثه للمواد الثلاثه للتحقيق في الواقعه وبيان مدى تقصيرهم من التاكد من البيانات الخاصه بالطلاب قبل الدخول لاداء الامتحانات خلال هذه الفتره. طبعا دورهم المنوطين به هو التاكد من بيانات واشخاص طلاب اللي داخلين يؤدوا الامتحانات. فإدارة المعهد هل هتتأكد هل هناك تقصير من قبل هؤلاء الملاحظين أم إيه يعني الإجراء أو الحاجة اللي حصلت خلال هذه الفترة؟ دي كانت تفاصيل الواقع اللي شهدها معها المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في مدينة بنها. احنا كنا من امام معهد العالي للخدمة الاجتماعية في مدينة بنها، وكان معكم ابراهيم سالم مدير مكتب اليوم السابع بالاليوميه. شكرا للمتابعة.